ماما سرور راح اعلمك شلون تعبرين الشارع. يلا هنا انا وباي، انتي ابقي هنا يم الشجره، وانتي سياره، وانتي سياره بعيده، وانتو تعبرون الشارع. يلا الزميتها باوع يمنا ويسرى راح يسمعون هوايه هورنات ايش قد يدقون. يلا اعبروا باوع يمنا ويسرى، تخليك بعيده. يم ولا عبات تحبيهم؟ انا هم احبهم. خبلون في الدول تشك 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 تشك. شلونك؟ دائما قدام العالم افتخر عندي اخت مثلك، طيبه وحلوه وحبابه. حلو الواحد عنده اخت بالبيت، تسوي له اكل، تفتح له الباب، يسخرها، يتناقر وياها. احسك امي. عبالك عندي امهات اثنين بالبيت. احس روحي مدلل بيناتكم. مروه افتقدناك، رجعي لنا، اشتقينا لك هوايه. شقد طيبة انتي، جبت لك مراية شوفيها تخبل، ما وصيج ساعة ساعتين وكسريها. تشك 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 تشك. لا سافرت لا عاشرت، سامع مدينة تسافر مجرى الفرات، أهل عطشت والجرف صاير ساتر. عصفورة بس هذا الوقت يكسر جناح وخاطر، يا ليل لو تطلع شمس لو روح تطلع باجر. بقلوبنا ونقول بالريش وما نهتم جروح الدراويش، اللي ينكتل عالساتر يعيش، نحزن بخاكي وبين اسود مثل القاع واكثر من حنيه. شعب عشاق بالحب احنا صوفيه، عرس القاع اهلها تعيش حريه. لا من خاف خرسان احنا بالشكوى، سكت نموت وحجايتنا الف دوا. الساتر صاح حلوة المرجلة حلوة، المواقف هلهلت لرجالها، تصغل المهرة عرفت خيالها. ساتر الغرب مضيف الغيرة، هاو نيدك خل تفور دلالها. بالوجه يخطب شهم بالحرب والحب، ابو الاشراد يطلب كلام وفعل مقبول. هلا بالما توسل الي فزعه يتدلل، عليك المن تمرجل يظل الموت مذلول. ذولا هم انتصروا وانتصرنا، ذولا هن انتصروا وانتصرنا.
يا أبطال ويا أشبال الدولة الإسلامية، دولة الكفر هاي ما نخلي بيها ولا واحد، وهذا الشيء يحتاج لشجعان إيمانهم بالله عز وجل قوي، واللي يستشهد راح يقابل الرسول، وما أحلاها من رؤية. واللي راح يبقى عايش هو اللي راح يحقق الحلم بتأسيس هذه الدولة الإسلامية. دولة الإسلام باقية، دولة الإسلام باقية. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. دولة الإسلام باقية. جاي احكي وياكم كجنود، جاي احكي وياكم كزلم. احنا نصنع تاريخ هنا. القلب يرجف ويخاف، هسه اكتب له اجازه ويروح يقعد بالبيت ويسلم راتب. بس هنا اريد زلم تقاتل، زلم براس هالعباس اخو زينب. تعرف شنو العباس؟ يعني داشتك لكن انت الجيش العراقي، يعني غير راتب شاكع. اكو داعشي عبر الشاتر والنداوي وجنوده. نعم تعبانين؟ حليم اريد الدواعش يسمعون. تعبانين؟ حليم العراقي شنو؟ أرضية. العراقي شنو؟ أرضية. تعبانين؟ حليم العراق شنو؟ أرضية. هسه عدي زلم القاتل، تشرع الساتر وكل من ياخذ مكانه مثل الأسد. تشر تعال وياي. هاش بي خير؟ ماكشي سيدي، ضربة شمس. ضربة شمس شنو؟ انت الشمس تخاف منك من غيره؟ بارها سمعتك صيحة الجنود، هاي آخر مرة أسمعها. إن شاء الله سيدي. الجنود هنا تخاويهم إخوانك. إن شاء الله سيدي. حزام ظهرك دولة. ماشي سيدي. يلا روح. الساتر للزلم، وأنتم ما عليكم زول. أنا ما أريدكم تخسرون هذا المكان. إذا خسرتوا هذا المكان راح تخسرون كل أهاليكم، مثل ما أنا خسرت أهلي. الخوف موجود، أمر طبيعي، بس هذا مو مبرر يخلي الإنسان يكون جبان. تعبانين؟ حضر! تعبانين؟ حضر! هلا بالعشائر! الماقب لو يبيعون قاعها! الجيش والعشائر واحد! تعبانين؟ حضر! تعبانين؟ حضر! عساتر! يلا!
بارك الله بيكم، إن شاء الله ما قصرت. لا وياكم ولا ويا المدينة. خوي أبو كوثر، هسه هو هذا الحكي وقته؟ كفو منك خوي، ما قصرت. خوي أبو خلدون، أريدك تسامحني. خوي على شنو أسامحك؟ أنت شو مسوي؟ ما قصرت. كنت أقول ليش بس أنت تقودون؟ بس من شفت ولدك راح وانت تصوبت عرفت القائد مو بس وجه، القائد هو الواحد يضحي. ألف الحمد لله والشكر، الكل قاعد يضحي والكل قاعد يقاتل. أنت بس قوم لنا بالسلامة وإن شاء الله ترجع أحسن من الأول. إن شاء الله إن شاء الله. شد حيلك أبو كوثر، مو وقتها أبداً، إحنا نتقوى بيك، الساتر محتاجك، هي محتاجك. أنا مطمئن. مطمئن لأنك هو الساتر الزلم. إن شاء الله بس أقوم راح تشوفوني تشوفوني أول. لا لا أبو كوثر، دكتور دكتور الله يخليك أبو كوثر. لا أنت بطل، لا أبو كوثر. مو وقت بجي، وقت ثار. يلا يا أبا يلا. يا أبو كوثر لا. السلام عليكم. اليوم دفنا شيخ قاسم أبو كوثر، شيخنا وأخونا وتاج راسنا، هو اللي شان مصبرنا على هذا التعب والموت والساتر. من اليوم ورايح أنا مالي مكان هين، أعلن انسحابي من هاي اللحظة. اللي يجي وياي يجي، واللي ما يجي وياي أنا لا مسؤول عليه ولا على تصرفاته وش يبدر منه. ما يصير هيك أخوي، الشيخ أبو كوثر من الرجال الأبطال اللي ضحى بنفسه عن المدينة، من استشهد مو معناها خلاص واجبنا، لو ما عندنا مدينة ندافع عنها، بالعكس من يستشهد عندنا واحد يزيدنا عزيمة وإصرار. هذا واجبك المكلف به أنت، أما هاي الناس ما عندها واجب رسم. شن ذنب هاي الناس تموت؟ ليش؟ أسألك سؤال، صادفت مرة وطفيت بيت محترق؟ مرات مو مرة. مع العلم مو واجبك، واجب الدفاع المدني، بس لازم نتكاتف لأن واقع منفرض علينا. اللي عندي قلته وخلص،
اللي يجي وياي من الشباب يجي، واللي ما يجي أنا ما مسؤول عليه. رحم الله والديه من قرأ سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا وبالأخص الشيخ أبو كوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. إحنا اليوم جايين نمر بظروف أصعب من قبل، وهذا رد الفعل من عندهم كان متوقع. خسارتنا بالأرواح والسلاح والعتاد والمؤن كلش كبيرة، وإذا يظل الوضع هيك ما راح نقدر نستقر أو نصمد أكثر من أسبوعين. وجاني اتصال من المستشفى، عندهم نقص بالكوادر الطبية والعلاجات. المستشفى أنا راح أروح له، راح أشوف إيش نقدر نقدم لهم من مساعدة. بالنسبة لموضوع المؤن، أنا أشوف نحفز الناس على الزراعة بالمدينة. مخازننا عندنا بعض الأشياء صالحة للزراعة، الناس اللي ما تقدر تشيل سلاح خليها تزرع، يمكن نقدر نوفر بعض الأشياء من التزامات المدينة. نجوع نعطش، عيون هنا متروسة خير وراح تبقى متروسة حتى إذا جاعت بطوننا. موضوع الزراعة خوش تفكير، عاش تيدكم علي. صح، الناس كانت تفكر هاي المعركة راح تخلص بسرعة، بس طولت وراح تطول بعد أكثر، فنرجع للزراعة أحسن مثل ما قال خلدون. فهد يعرف واحد مهرب شي يقدر يساعدنا بموضوع السلاح. أنا اليوم راح أحكي وياه ورتب كل شي. سافرت لا عاشرت سامع مدينة سافر مجرى الفرات أهل عطشت والجرف صاير ساتر عصفورة بس هذا الوقت يكسر جناح وخاطر يا ليلو تطلع شمس لروح تطلع باكر بقلوبنا ونقول بالريش وما نهتم جروح الدراويش اللي ينكتل عالساتر يعيش نحزن بخاكي وبالأسود مثل القاع واكثر من حنية شعب عشاق بالحب احنا صوفية عرس القاع اهلها تعيش حرية لا من خاف خرسان احنا بالشكوى سكت نموت وحجايتنا الف دوا الساتر صاح حلوة المرجلة حلوة المواقف هلهلت لرجالها تصغل المهرة عرفت خيالها ساتر الغرب مضيف الغيرة هاو نيدك خل تفور دلالها بالوجه يخطب شهم بالحرب والحب ابو الاشراد يطلب كلام وفعل مقبول هلا بالما توسل الي فزعه يتدلل عليك المن تمرجل يظل الموت مذلول ذولا هم انتصروا وانتصرنا ذولا هن انتصروا